خطبها من غير ما تعرف واعترف لها بحبه في حفلة تامر حسني، ركع على ركبته وقال لها تتجوزين، وتاني يوم خطبها رسمي في بيتها. عمل لها حفلتين، واحدة في البيت والتانية أوبن إير، وفي وسطنا حير المعازيم. كان مكسوف ورقص معها رقصة رومانسية على الآخر اللي أبوها عمله معاها ما كانش يتوقعه، ورفعوا شعار فرحة من غير كوشة. لقطات من حفل خطوبة الفنان شريف بديع والفنانة جنة عبد المنعم. يا ترى إيه كواليس الخطوبة؟ مين اللي حضر؟ افتكروا ايه رد فعل العروسة قدام تامر حسني؟ لتامر حسني نفسه ما كانش موافق. يلا بينا نعرف التفاصيل دي في الفيديو ده، وخليكم متابعين معايا للنهاية. الفنان شريف بديع عمل اللي مفيش عريس ممكن يعمله. اه والله ده يا بخت عروسته بيه. تخيلوا، راح خطبها من ابوها من غير ما تعرف، اسبوع كامل هو متفق مع ابوها على كل حاجة، وهي عيني عليها ولا هي هنا. بما انها بتحب تامر حسني استغل حفلته وطلع فوق على المسرح ونادها عليها رومانس الجان شريف، وقال بصوت كله حنيه تعالي يا جنه. وطلعت جنه وهي مكسوفه قدامها ملايين من الناس، في نفس الوقت مخضوضه. هو في ايه؟ هوب قام راكع على ركبه ونص لها في المايك من تامر وقال لها تتجوزيني. تضحك بقى وكده؟ ابدا، دي عيطت من فرحتها طبعا. تامر حسني وبخف الدم ولطفته قال لها ها يا جنه، قالت موافقه طبعا. فقال لها استني بس، موافقه على ايه؟ ازاي انا مش موافق؟ عامل زي ما يكون فيها ابوها، بس رجع قال للعريس موافقه، البس يا معلم. وبعدها شريف بديع لبس ست العرايس جنه خاتم الخطوبه، ولا اللهم لا حسد عليه الماس، وتلاقيه معدي ب 300,000 جنيه ولا حاجه. الفنان شريف بديع ما اكتفاش بكده وبس، دي حب العمر ولازم يعمل لها خطوبه قبها تليق بيها، هي يعني اقل من اي بنت؟ طبعا لا. علشان كده تاني يوم لبس بدله شيك قوي وتهيأ وبقى على سنجه 10، واشترى بوكي ورده ابيض فاخر من الاخر زي ما بيقولوا كده، وخد اهله وطلعوا على بيت ست العرايس جنه، واللي طبعا كانت عارفه انهم رايحين يقروا فتحتها. لبست خاتم من غير قرايه فاتحه يعني، بس برضه يا جماعه هو كان متفق مع ابوها ومعرفه كل اللي عمله في حفله تامر حسني. العروسه جنه لبست فستان ابيض حير المعازيم كلها، وصاير من عند الركبه وفي شولدر من فوق، الله اكبر عليه، كان ناقص ياكل منها حته. وكانت جميله، واكتر حاجه حلوه انها لما حطت مكياج خفيف قوي، ما هو جمالها وبراءه ملامحها مش محتاجه المكياج. الغريب بقى انها ما عملتش كوشه في البيت ولا حتى ورده او بالونه تبين ان في خطوبه، بس يمكن هي ناويه تعمل خطوبه كبيره في قاعه فخمه الفتره الجايه. وصل العريس شريف، واللي دخل وهو كان متوتر قوي ومكسوف، وابوها اول ما شافه خده بالحضنه، واللي هو يعني انت بتحب بنتي لدرجه انك بتعمل لها كل ده؟ وقف في قلب بيتها والشوق بينط من عينه مستنيها لما تنزل. واول ما شافها نزلت من على السلم فضل يضحك وسلم عليها، وقعدوا قروا الفاتحه والحب باين في عينيهم. الاسرتين كانوا حاضرين ومباركين الخطوبه وربنا يسعدهم. وبعدها شريف خد عروسته جنه وطلعوا راحوا كافيه اوبن اير وقضوها رقصه، وكانوا عاوزين يفرحوا مع اصحابهم. الرقصه الرومانسيه بقى اللي رقصوها كانت جميله جدا. في النهايه بقى بنقول لشريف وجنه ربنا يتمم ليكم على خير، والف الف مبروك.